مبروك الفوز، ثلاث نقاط فيها أمور، أولا عودة إلى سلسلة الانتصارات بعد الخسارة الماضية، ثانيا الذهاب والقرب أيضا من المنافس نادي الهلال على موضوع الصدارة وأنه الدوري لسه ما خلص. شايف وضع المباراة اليوم كيف؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك، مبارك لجماهيرنا هذا الفوز صعب في البداية. يعني أكيد كانت مباراة صعبة، يعني فريق القدسية فريق محترم، فريق كبير يعني بالنسبة لي، فالحمد لله زي ما شفت يعني ما ظهرنا بالمستوى المأمول. في النهاية أهم شيء ظفرنا بثلاث نقاط والدوري باقي طويل في الملعب، وإن شاء الله نستمر من كذا أفضل بإذن الله. كابتن، ما بين مباراة التعاون ومباراة اليوم وأنت تقول ما ظهرنا بالمستوى المأمول، المسألة تتعلق بتغيير الجهاز الفني لأنه مدرسة ثم انتقلتوا المدرسة، ولا أنتم فيكم كلاعبين؟ هو أكيد يعني شوف لأنه منظومة متكاملة، يعني أن الكل يتحمل الخسارة والفوز زي ما شفت، يعني مدرب جديد وأكيد يعني بيله وقت على بال ما يتأقلم مع المجموعة الحالية. فزي ما شفت يعني في النهاية أنا زي ما قلت يعني ناخذ ثلاث نقاط حبة حبة ونقرب من المتصدر، يعني الفرق الحين قلصناه ثلاث نقاط، فإن شاء الله بإذن الله الجاي أفضل بإذن الله. كابتن، الملاحظ أنه أي كرة عرضية دائما تشكل خطورة على النصر، مو على النصر بس، على الكرة العالمية كلها، يعني ما أشوف أنه بس المشكلة في النصر بس، بالعكس يعني هي جزء من اللعبة، أخطاء يعني واردة في كرة القدم، وأكيد يعني أننا كلاعبين نحاول نصحح أخطائنا، فكرة القدم يعني محتملة كل الأخطاء. في النهاية يعني زي ما قلت أنا أهم شيء أن خذنا الثلاث نقاط. كابتن، مع قدوم مايكون وأنت وبرونو ومادو المنافسة حتكون قوية على المركز. هو أكيد يعني أن في النهاية في مصلحة نادي النصر، يعني كلنا لاعبين اللي يلعب نتمنى له التوفيق، وأكيد أن كلاعبين يعني بيكون تنافس شريف داخل الملعب، وإن شاء الله يعني نقدم الإضافة للمجموعة كلها. مبروك حبيبي، الله يسلمك.